بصوا يا جماعة، ده التونيك الكرواسيه بطريقة سهلة أوي وبسيطة، وينفع تلبسي تحتيه كمان بنطلون، وينفع تلبسي تحتيه جيبة بطريقة جميلة أوي. هنعمله زي ما انت شايفة كده بالظبط، المرد عملناه زي الصورة بالظبط. أهم حاجة بس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض تونيك كرواسيه من الصفر مع البطرون لكل المقاسات. طبعا الطريقه بتاعت التونيك طريقه سهله قوي قوي، ما فيهاش اي فرق خالص ما بين الصوره وبين الواقع. تمام، اول حاجه كده هنبتدي نعمل البطرون الاساسي للكروازيه، لان طبعا بطرون الكروازيه يا جماعه مختلف، فلازم نعمله بطريقه سهله قوي قوي ومن الصفر. اول حاجه هنحط اكبر محيط عندنا. طبعا ابتديت من هنا عشان اقولك ان من هنا دي غلط، ان احنا نعمل الكروازيه من الاتجاه المقفول غلط، لازم نعمله من الاتجاه المفتوح، ونسيب مسافة حوالي 10 سنتي من الاتجاه التاني ده عشان خاطر نبتدي ان احنا ندي المسافة بتاعتنا ويبقى كروازيه بنفس الصورة زي ما انت شايفة. تمام كده، دلوقتي انا حطيت اهو الطول بتاع الظهر معايا، وهبتدي اقسمه على نصين، وهبتدي كده احط دوران الوسط وده دوران الصدر، وبعدين هبتدي اعمل بقى حردة الرقبة بتاعتي، وبعدين هبتدي اعمل حردة الرقبة عرضها كمان. وبعدين بصوا يا جماعه، دلوقتي هنبتدي نوصل بقى حرده الرقبه، وبعدين هبتدي انزل 1 سنتي من الاتجاه التاني عشان اعمل خط ميلان الكتف، وبعدين هبتدي اعمل خط بدون مقاس، وبعد كده هاخد طول الكتف اللي هو 6 سنتي واوصله كده بالخط اللي احنا عملناه ده عشان نعمل ميلان الكتف بتاعنا، وبعدين هبتدي ننزل من نقطه الكتف على دوران الصدر، وبعدين نبتدي نعمل حرده الابط بتاعتنا او حرده الجيرو، وبعدين نعملها بنفس الطريقه زي ما انت شايفه كده، ونطلع 1 سنتي وهنبتدي ان احنا ايه نوصله. طيب، وبعدين نبتدي نقسم بقى التصميم من عند الوسط، فحطيته 9 سنتي بالظبط، عادي جدا لو وسعتي احسن ما تضيقي. وبعدين نبتدي انزل بطول الجنب عشان خاطر اعمل دوران الارداف معانا، لان التونيك بتاعنا طويل طويل، او يعني ممكن يبقى طويل لحد طول زي الفستان بالظبط كده. تمام، وهنبتدي نطلع 3 سنتي 3 سنتي وشوية عشان خاطر نعمل الكروازيه بتاعنا. ودلوقتي عملت الكروازيه اهو زي ما انت شايفة كده بالظبط، وبعدين هبتدي ان انا اوصل طبعا مع الارض زي ما انت شايفه كده. هنبتدي ان احنا نقسم كمان الارداف بالظبط كده عشان خاطر ايه نبقى ظابطين تقسيم الارداف، فهقسمها اخليها 10 سنتي بالظبط كده يا جماعه، وهنزل التصميم بتاعي على كده. طب انا عايزاه يوسع يا مريم، بتوسعي براحتك خالص عادي، مفيش اي مشكله، ممكن تعملي جنب واحد بس من الجنبين بالصوره دي. طب والجنب التاني؟ لا، تعمليه مربع عادي خالص وتعمليه واسع، وده بيضم ده. تمام كده، عشان بس نعرف ان طريقه الكروازيه بتاع التونيك ده ممكن تعمليه بطريقتين، الطريقه اللي احنا عاملينه بيها دي والطريقه التانية. الطريقه التانية اللي هي ايه، ان انا اخلي جنب واحد بس جاي كروازيه، والجنب التاني يبقى مربع. تمام كده، اكتبي لي في التعليقات لو عايزاه مربع وعايزاه يكون شكل تاني مختلف، قولي لي وانا هعمله لك ان شاء الله. تمام كده، بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي عملت اهو الجنبين زي ما انت شايفه كروازيه، هبتدي ان انا اوريهم لك. او بصي اهو، شايفه ازاي اهم، انا عايزه بس اوريهم لك واحده واحده اهو. شايفه الكروازيه اتعمل بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه. طبعا الكروازيه اي تصميم عشان نعمله لازم نعمل الخلف بتاعه، فانا هعمل البطرون الخلف كمان معاكو عشان خاطر يبين لي او يوضح لي الكروازيه بتاع الامام بتاعي، فهنعمل الخلف وهنشوفه.
بص بقى يا جماعه، دلوقتي عملت الخلف اهو، قصيته كمان، هبتدي ان انا اوصله مع الامام. تمام، هظبط الكتف على الكتف اهم حاجه، لان هو اللي هيظبط لي طبعا التصميم. وبعدين هبتدي بقى اظبط كده الجنبين مع بعضهم. بصي بنفس الصوره كده، ونبتدي نعمل واحده واحده اهو، شايفه ازاي؟ وبرده بقفله واحده واحده، الجنب على الجنب والكتف على الكتف. تمام كده، عشان خاطر هو اللي بيظبط لي التصميم. وبعدين هبتدي اركب الكروازين الناحيه التانية برده بنفس الصوره كده زي ما انت شايفه. وهنبتدي ان احنا بعدها على طول كده، بعد ما وصلنا كده الاجزاء دي مع بعضها كده، هنبتدي نقص بقى جزئية بسيطة كده عشان نعملها مرد بتاعنا. تمام، بصي دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نعملها مرد بسيط قوي، مرد خارجي. تمام، بس بصي الاول نقفل بس التصميم بتاعنا. بعد ما اقفله هوريلك بقى، وريكي شكله هيبقى عامل ازاي، بشكله جميل قوي. بص بعد ما قفلته اهو كده، هبتدي ان انا بقى احط المرد بتاعي بالنسبه للاتجاهين، عشان انت شايفه مثلا الاتجاه ده حلو وشايفه ده، فيبقى عندك الاتجاهين مرسومين زي بعض. تمام، مفيش اي فرق بيهم فينهم. بس قبل ما نعمل موضوع المرد ده، هنبتدي نعمل الاول الكم، بطرون الكم العادي هنبتدي نعمله. وهنبتدي ننزل كده بخط، الاول حطيت محيط دوران الدراع، وبعدين ابتدي انزل بطول الكم، وبعدين ابتدي انزل 4 سنتي بالظبط، واطلع فوق 2 سنتي، وبعدين ابتدي اوصل النقطه دي بالنقطه دي، بس عن طريق نفس الزاويه اللي انا عملتها دي كده، شايفه ازاي؟ بالظبط زي حرده، وبعدين حرده من فوق وحرده من تحت. تمام، وبعدين هنبتدي نقص بقى كده خلاص الكم بتاعنا، وهنبتدي برضو نوصله في التونيك بتاعنا. تونيك سهل على فكره يا جماعه قوي، مفيهوش اي حاجه، شايفه ازاي؟ هو بس هيبقى فاضل بس موضوع المرد. هنبتدي ان احنا نعمل برضو المرد اللي قلت لك عليه ده، هركب التونيك وهو هركب الكم وهوريه لك. بصوا يا جماعه دلوقتي عملت اهو الكمين وركبتهم في بعض، هبتدي بقى ان انا اعمل المرد بتاعي اللي انا قلت لكم عليه. المرد مسافته يا جماعه بالظبط 2 سنتي، 2 سنتي، عشان انا خلاص بقيت اويمها بالظبط 2 سنتي، فما رضيتش ان انا اقيسها لك. تمام كده، وبعدين بنبتدي نتني كده تانية بسيطه اهو، نتنيهم على بعض الاثنين. بالنسبه للقماش بتتني مره كده من جوه ومره تانية من جوه، عشان تداري اطراف القماشة بتاعتك او اطراف القماش بتاع المرد بتاعك. تمام، وطبعا ده كله بنعمل حسابه ضمن القماش بتاعنا. تمام كده يا جماعة، اهو زي ما انا شايفة كده، زي ما انت شايفة كده بالظبط، اتعمل ازاي بطريقة سهلة. قبل حردة الرقبة بشوية كده هنبتدي نركب المرد بتاعنا، يعني كأن حردة الرقبة موجودة يا جماعة. تمام، زي الصورة، زي ما الصورة بتتكلم هنعمل زيها بالظبط اهو، شايفة ازاي؟ هبتدي برضو ان انا اخد الزاوية دي كده، ان انا اتنيها تانية بسيطة، وهبتدي اخدها كمان اهو. اديني دلوقتي ركبت الجزئية الاولانية اهي، وهبتدي كمان اركب الجزئية التانية اوريها لك برضه. بصوا يا جماعه دلوقتي انا عملت المرد اهو، هبتدي ان انا بعمل الحزام. ركبت المردين دلوقتي، هبتدي بعمل الحزام. بس الحزام عشان نديله شويه شكل شويه كده، فهرسم نص قلب على ورقه مقفوله. تمام، فبحيث انه يطلع لي القلب كامل، فانا عملت كده على ورقتين فهيطلع لي قلبين. تمام كده، هبتدي ان انا اعملها. بس بصي زي ما انت شايفه كده نص قلب بس بسيط كده،
عشان بس نحل الحزام بتاعنا ونشوفه ايه شكله يبقى حلو كده. فانا اهو كده عملت القلبين اهو زي ما انت شايفه، وابتدي اعملهم بدابيس اهي. بصي وابتدي اركب التانية، بس التانية اللي نركب بس الدابيس واوريها لك. بصي بنفس الصورة برضو اهي، ركبنا كده الدابيس. هنشوف بقى اهي، بصي القلبين اهو، بصي القلبين هو لو متلونين هيوضحوا اكتر. فبعد كده هنيجي نلف الفستان التونيك بتاعنا من ورا، ونبتدي نحط في دبوس من ورا زي ما انت شايفه كده، وهنبتدي بقى ان احنا نوريه الامام. وفي الاخر خالص يا جماعه ده الشكل النهائي بتاع التونيك. تونيك سهل قوي قوي وبسيط ومن غير اي تعب. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق والاشتراك في القناه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في امان الله. يا اجمل جمهور في الدنيا، يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك. كل سنه وانتم طيبين. يا اجمل جمهور في الدنيا في امان الله، يا رب يكون جميل. لايك جميل تعليق اشتراك في القناه. كل سنه.